أملي من أول زواج كان عن حب أو كان أو زواج عقلي؟ وقد كان زواج عمرك؟ زواج تقليدي كان عندي عمري 16 لسه فاتت ب 17 جديد. زواج مبكر. يعني كنت أنا ناجحة على البكالوريا هيك بتذكر كانت أي مرة. أنت اللي اخترتي ولا أهلك اللي اختاروا لك؟ لا شوفي هلا أنا من عائلة كل صبايا العائلة تزوجوا زواج تقليدي. أنا للأمانة خليني أقولها يمكن كل أهلي بيوافقوني بهذا الحكي، أنا أهلي بالأردن وأهلي بسوريا. أنت الوالد أردني الأم سورية. تماماً. فأنا ما بين الأردن وسوريا دائماً متواجدة، ولكن من طفولتي يعني هذا الحكي. بس أنا اللي بدي أقوله إنه العيلتين عنا ما حدا فينا تزوج مثلاً قصة حب، درست وتخرجت وعملت وساوت بعدين تزوجت. العيلتين ليه انتو تقليديين؟ يعني عيال تقليدية تماماً، مش مهم البنت ضرورة تتعلم. هلأ بعد هلأ بالمرحلة يعني الجديدة لا، أنا عندي بنات عم وبنات عمات اسم الله عليهم، أولاد عم وأولاد عمات كله كمل تعليمه ما تزوج مبكر. كان الحب عيب يعني والتجارب؟ يعني كان بوقتها أنه إيه يعني بعدين يعني طلعت صفاء لفتت النظر، نحن فجأة يعني كلياتنا نكون بنات صغار فجأة بنصير نكبر سيدات فجأة، فبصير في تسليط ضوء على الشخص هذا انه كبر. فبصير مثلا العمات او الخالات انه بتجوزيها لابني بتخليها لابني، هذا الحوار اللي بيصير التقليدي العادي. انا من انا وصغيره مالي عاديه، شو متمردة ولا مو متمردة؟ بشو ما بحس حالي انه انا لازم اتجوز واقعد بالبيت واطبخ وانفق وهيك. بس تزوجت؟ تزوجت بس شوفي كيف، يعني خضعتي للتقاليد. كانوا بيجيني كتير عرسان، ماما كان شايفة انه بكير، بابا كان شايف انه بكير حقيقة. بس في ضغط يعني انه مثلا اما لماما او امه لبابا ضغط عام عائلي، خلص خلينا نفرح فيها خلينا نشوف اولادها نلحكي هذا، فبصير الموضوع عاطفي اكثر. ونحن بالشرق الاوسط خلينا نقول كلياتنا عاطفيين، نحن مو ناس بنفكر هون مثل الغرب. نحن بنلحق عاطفتنا شفقه او خايفين او دائما عاطف لاحقين عواطفنا. فاللي صار انه انا كنت بنت كتير هيك أكبر من عمري، مو مدهرني بس أكبر من عمري، يعني دائما أهلي حاسيني أنه أنا خرج أتحمل مسؤولية. إيه خرج صفاء تفوت على المطبخ وتحط مثلا تشتغل على الغاز وهي صغيرة، أنه يحسوني أنه أنا أكبر من عمري. هذا الشيء أنا ما كنت أفكر فيه بوقتها، هلأ بصفن هيك أنه إيه أنه قدي كان عمري وقت مثلا. لو تزوجتي كان عمرك 16 سنة رحتي على أمريكا. 17 رحتي على أمريكا؟ رحت على أمريكا، زواج كان تقليدي بعرس حلو كتير، وكنت كان متقدم لي تقريبا كتير من سوريا وكتير من الأردن كعائلات. بس أنا بالصدفة بلتقي بأحد صديقاتي بتقلي إنه عمتها عم تخطب لابنها، ابنها عايش بأمريكا. هون أغرتك أمريكا؟ أمريكا. فوافقوا إنه أنا أحكي معه على التليفون، طبعا شافتني والدته مثل العادة يعني. وافقوا اني احكي معه التليفون، فطلبت منه انه انا كمل تعليمي. تمام، انه انا كنت عم كمل تعليمي، فقلت له اذا بدي اتزوج بدي كمل تعليمي. صار هدفي اطلع على امريكا كمل تعليمي. وهو للامانه ابن عيله كثير محترمه، وهو انسان كثير محترم، هو دارس كان بوقتها كان بيقدم الدكتوراه اي ثينك بالاي تي، يعني هو موظف بشركه كثير مهمه مايكروسوفت. طبعا مايكروسوفت. هو يعني بيج بوس هنيك يعني، عرفتي؟ كملتي تعليمك معه؟ كملت